البنك المركزي المصري قال ان صافي الاحتياط الاجنبي سجل اكتر من 46 مليار دولار بنهايه شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره 259 مليون دولار عن شهر مايو اللي فات. هنعرف التفاصيل الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق واستاذ الاقتصاد السياسي معنا على الهاتف. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، صباح الخير وعلى كل مستمعيك. اهلا بيك. أهلا دكتور عمرو، خلينا نتكلم عن ارتفاع الاحتياطيات الاجنبيه، المصادر الرئيسيه اللي ادت لهذا الارتفاع. هو اولا الفتره الاخيره رغم الازمات الاقتصاديه اللي مرت بها العالم، يمكن طبعا مش بس ازمه كورونا، لكن ازمه كورونا احنا خلي بالك ايام ازمه كورونا كنا من 18 دوله على مستوى العالم الحقيقه نسبه نمو ايجابي، لكن المشكله ان تأتي حرب غزة وقبلها حرب روسية الأوكرانية وتضغط حجم التجارة الدولية وبالذات في الصين، تباطؤ النمو الاقتصادي اللي موجود في الصين، كل ده أدى إلى إشكالات على مستوى العالم. إحنا ملتزمين بسداد الالتزامات، يمكن التقارير الحديثة كشفت بأن مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وده رقم طبعا كبير جدا علينا إن إحنا نسدد في 2024 مبلغ موازي، ولو سددناه وان شاء الله هنسدده، لان خلي بالك مصر على فكره في الفتره الماضيه رغم كل ما يقال مصر لم تتخلف عن قرض واحد او عن التزام مالي واحد، ومصر هتسدد المفروض في الفتره الحاليه حوالي 32 مليار دولار، يعني تقريبا 20% من اجمالي الديون الخارجيه بتاعتها. لكن خليني قبل ما ادخل في التفاصيل والارقام والديون خليني اقول ان احنا، وانا قلت هذا الكلام وبقوله دايما، ان للاسف ان ازماتنا خارجيه وليست فقط داخليه. يعني احنا مفعول به نتيجه الازمات الدوليه زي الحرب الروسيه الاوكرانيه على سبيل المثال اللي اثرت على السياحه، زي الحرب المؤسفه في غزه على حدودنا اللي اثرت على قناه السويس واللي افقدتنا حوالي 60% من مدخولات قناه السويس، يعني حوالي 4.5 مليار دولار من مدخولات قناه السويس، وده تقريبا يا استاذ مصطفى نفس حجم الدعم اللي محتاجينه علشان الكهرباء، عشان نستورد مواد بتروليه علشان نفي بالاحتياجات المحليه لانتاج الكهرباء. فانت للاسف بتجد نفسك بتخطط وبترسم خطط اقتصاديه وعندك خطط اقتصادي وعندك اصلاح اقتصادي، لكن تيجي فجاه للاسف تلاقي ظروف خارجيه قاسيه، وانا بقول قاسيه، ادت الى اضطراب الاقتصاد على مستوى العالم وعلى منطقه الشرق الاوسط، اللي بتاثر بشكل مباشر جدا على المدخولات العملات الاجنبيه اللي داخله الاقتصاد المصري، واهمها طبعا السياحه وقناه السويس. ثم الصادرات، رغم ان صادراتنا يعني قويه، ويمكن عايز انوه الى ما وجه به السيد الرئيس وهو حلم ال 100 مليار دولار صادرات مصريه في السنوات القادمه. طبعا احنا عندنا قدره ان احنا نوصل الى هذه الارقام وهذه المليارات، لكن خلي بالك عشان يبقى عندي صناعه لازم يكون عندي طاقه مستدامه وعندي استقرار في الاقتصاد العالمي، رغم المجهودات الكبيره جدا اللي الدوله بتبذلها والسيد الرئيس في جولات والخارجيه وربط مصر بعدد من الدول وجعل مصر مركز ثقل اقتصادي على مستوى العالم، لا سيما مثلا في مجال الطاقه النظيفه وانتاج الهيدروجين الاخضر واعاده مصر تاني لافريقيا، وشوفنا جولات السيد الرئيس في اوروبا، قمه مصر المانيا، قمه مصر فرنسا، قمه مصر روسيا، قمه مصر والصين، كل هذه الجولات في فيتنام حتى شفناه منذ سنوات في اليابان، كل هذه في الدول العربيه وعلاقتنا بالدول العربيه رجعت بشكل قوي جدا بالذات مع الامارات والسعوديه والكويت، كل هذه الجولات اللي بتهدف الى ان مصر ترجع تاني بشكل قوي جدا للاقتصاد العالمي ويبقى شراكات مع الدول الكبرى، فالقياده مش مقصره والاقتصاد المصري بيعمل بكامل الطاقه بتاعته، لكن الازمات الخارجيه اللي بيتعرض ليها، يعني انا كنت بتكلم على الصناعه على سبيل المثال، عايزين نوصل لحلم زي ما قال السيد الرئيس، الحلم اللي اطلقه السيد الرئيس ل 100 مليار، لكن النهارده لو عندي ازمات في الطاقه وعندي مشاكل في الكهرباء اللي احنا مش طرف فيها بشكل اساسي، او عندي انخفاض في حجم التجاره الدوليه والصادرات الدوليه على مستوى العالم، فبالتالي انا يعني ما اقدرش الوم الاقتصاد المصري او القائمين على الاقتصاد
فيما يخص مؤشرات الاداء الكليه. أيوة. للاقتصاد العالمي اللي بتاثر دايما للاسف، وللاسف انا بقول بتاثر للاسف على الاداء القومي او الاداء الوطني في مصر. طيب دكتور، لو جينا اتكلمنا عن اهميه تحويلات المصريين في الخارج، اعتقد ده واحد من الروافد المهمه اللي بتصب في يعني الاحتياطي النقدي المصري. صحيح، احنا مدخولاتنا من العمله الاجنبيه، يمكن انا بشكرك على يمكن ما بنتكلمش عليها كتير مقارنه بقناه السويس او بالسياحه، لكن العاملين المصريين في الخارج رافد مهم جدا، والثقه اللي وده ارقام مش كلامي، الثقه اللي وجدت في الفتره الماضيه وبالذات توسيع محفظه الاستثمارات الداخليه. يعني كان عندنا عدد من المبادرات، على سبيل المثال مبادرات الاسكان للعاملين في الخارج، مبادرات السيارات الموجوده، المدن الجديده، المصانع، الاستثمارات، راس الحكمه، كل العاصمه الاداريه، كل هذه التوسعات العمرانيه والصناعيه والاستثماريه اللي جعلت المصريين في الخارج يحطوا اموالهم في هذه الاستثمارات في الوطن. بعد ما خلينا نعترف بعد فترة من عدم الاستقرار نتيجة طبعا يعني الاستخدام السيء للعملة الأجنبية وظهور السوق السوداء، لكن هتوافقيني في رأيي النهاردة يعني الحمد لله السوق السوداء تكاد تكون اختفت تماما، وده اللي كان عامل نوع من عدم الثقة في الثلاث سنين اللي فاتوا في تحويلات المصريين، يمكن كانت قلت كان وصلت لأدنى مستويات، لكن النهاردة وصلنا إلى ريكوردز، وصلنا إلى مستويات عليا في تحويلات المصريين خارج نتيجة حاجتين، أولا نتيجة استقرار سعر الصرف والعملة الأجنبية في مصر، نمرة اثنين وده الأهم، المشاريع والتطوير والتحسينات الكبيرة والتطوير المستمر اللي الحكومة المصرية بتقوم بيها لتطوير الاقتصاد المصري عشان تديله أكثر ثباتا وأكثر قوة. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك.